أنا الآن في بداية الطواف لإكمال مناسك العمرة عن المرحوم الشاب إبراهيم حسن يوسف إغبارية من أم الفحم رحمه الله واسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جاز بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسن فزد حسناته وإن كان مسيئا تجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عنه التقصير. اللهم افتح باب السماء لروحه وباب رحمتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبه وأحبه في عظمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم يمن الكتاب وهون حساب ولين ترابه ألهم حسن جوابه وطيب ثراه وأكرم ثواه وجعل الجنة مستقره ومأواه. اللهم ظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم اكتب اسمه على أبواب الجنة الثمانية. اللهم اجعله يمر على صراطك البراق الخاطب. اللهم اجعله مما ينادى عليه يوم القيامة أين الشاب إبراهيم حسن لقد فاز فوزا عظيما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.